مستمرين مع حضراتكم وكلامنا طبعا على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي مع دكتور عمرو ابو المجد مدير قطاع الناشئين. دكتور عمرو، يمكن في بعض الناس بيقولوا لا ما فيش حاجه انجزت، يعني الكلام ده كان موجود اصلا، ان القطاع كان موجود بالشكل ده والمباني والملاعب هو نفس الكلام، ما فيش حاجه حصلت في القطاع. يعني ده كلام وصل لي يعني او جالي على مسج دلوقتي. هو الحقيقه انا بستغرب لان الكلام ده بيقال بدون اسانيد وبدون مستندات. والحقيقه انا سمعت برضو حلقه كانت على قناه الاهلي، احد الاخوه الافاضل اللي المفروض عنده مصداقيه اتكلم برضو عن تنظير القطاع الناشئين محتاج اعاده نظر، مش عارف بيقول الكلام ده على اساس ايه. يعني لازم لما اطلع واقول معلومه لازم يبقى عندي مستند ليها، او اسال اهل العلم واهل الخبره واهل المسؤولين عن هذا القطاع. لكن انا برد عليهم بالارقام، بقول لهم دلوقتي فات 7-8 اسابيع وفي احيانا 10 اسابيع في بعض البطولات، موقف فرق الناشئين بالنادي الاهلي ايه؟ احنا مشتركين في 7 بطولات، 3 جمهوريه تمام و4 منطقه، معاك منافسين زمالك انبي مقاولين وانت، يعني 4 فرق جميل جامدة جدا. المفروض في ال7 بطولات لو توزعوا على ال4 فرق، قول كل فرقة تاخد 2.25 بطولة، يعني انت لو خدت 2 هتتساوى مع دول. طيب ايه رأيك في ال7 بطولات؟ احنا متصدرين لغاية دلوقتي 4 بطولات. ايه هما؟ 99 جمهورية، 2001 جمهورية، 2002 منطقة، 2004 منطقة، ده المركز أول. جميل. في بعض الفرق لعبت ماتشات ناقصة أو حاجة زي كده، لكن بقول لك على الجدول اللي موجود. المركز الثاني، أنت عندك فرقة 2003 بفارق 2 نقطة عن الأول. يعني أنت ماتش تكسبه وهو يتعادل بقيت أنت الأول. المركز الثالث فرقة 2000، والنهارده كان عندها ماتش كسبت 5-0. الفرقة اللي هي 97 دي طالعة السادس بفرق 6 نقط عن الأول. وأنت عارف بقى الظروف اللي قلت لك عليها من إعارة لانضمام لعيبة للفريق الأول، ليه 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 الجولين الأساسيين في إعارة، فطبعا فيها لخبطة شوية، لكن بعون الله هذا الفريق نقدر نلم نفسنا. إذا أنت لما تكون واخد متصدر 4 بطولات من 7 وبطولة بنقطتين مركز تاني وبطولة مركز تالت وبطولة مركز سادس، طب امال الفرق التانية تعمل ايه؟ كلهم بيلعبوا في 3 بطولات، زمالك وانبي ومقاولين. اذا هذه الاحصائيات اللي موجودة، انا بقول لأي واحد يطلع يقول معلومة من فضلك يعني تدقق واعرف انت بتقول ايه، واعرف ان في طفره حصلت سواء في الانجازات الداخليه، رغم ان البطولات دي يعني احنا مش باصين لها السنه دي، احنا باصين ليه تكون امتداد للسنه الجايه. انا لسه ما دعمتش، لما ادعم ان شاء الله هتلاقي فيه بطولات، لكن انت بتلعب بنفس اللعيبه السنه اللي فاتت. طبعا لو عملت مقارنه بين السنه دي والسنه اللي فاتت في الفتره دي ما فيش اي. السنه اللي فاتت كان وضعها عامل ازاي في التوقيت ده يا دكتور؟ والله ما اعرفش، بس انا احنا كنا بنتكلم ان احنا النادي السنه اللي فاتت النادي ما خدش غير ولا بطوله غير بطوله بقرار اداري اللي هي 2000 كان في فريق مزور واحتجاجات وحاجه زي كده، فثبت التزوير بعد البطوله بكذا شهر حقيقي، وبالتالي لكن لما بانتهاء الموسم المفروض انت ما خدتش اي بطوله، وده كان ما ينفعش مع النادي الاهلي ابدا. صحيح ما ينفعش صحيح. لكن احنا منتظرين زي ما احنا حضرتك ماشيين كده بالورقه والقلم وبالجداول بالكلام ده، وان شاء الله لان فعلا الفرق الثانيه بقت فرق في قطاع الناشئين جدا بقت قويه وبتدعم بشكل كبير. وبرده عشان برده نقول مشكله في مشاكل التزوير ومشاكل التسنين الحمد لله مش موجوده عندنا يا دكتور، دي برده عايز اسالك عليها دكتور. بص عايز اقول لك حاجه، عمليه التسنين بالذات يمكن احنا قدمنا اقتراح لاتحاد الكوره وقدمنا اقتراح للمنطقه، قلنا لهم التسنين بيظهر في السن الصغير.
اللي هو 12 سنه 13 قبل 16 14 15 يعني. 16 مثلا. طيب ما تيجي تمنعه التسنين لغايه فرقه 2000. اذا ما فيش اي لاعب هيلعب مسنن في الفرقه ده، لان معروف ان 95% من المسننين ما بيكملوش في الفريق الاول. هو بتاع مسابقته يكسبك علشان انت ما تعملش مجهود. يعني تخيل انت بتلاعب فرقه قدامك، الفرقه دي اسمها قليل قوي لكن فيها 4 لعيبه مسننين على مستوى، وانت هاري نفسك في اللعيبه العاديه وعمال تمرن وتعمل وتتعب وتجيب تغذيه وتجيب لبس وتجيب، وتيجي تنزل ضد الفرقه دي وهو واقف كده في اول دقيقتين جاب لك جولين ثلاثه، ويجي المدرب الثاني يقول لك عملت انجاز وكسبت، وكسب غير حقيقي، كسب بالتزوير، كسب بالتسنين. ما ينفعش. يعني يمكن كان في تجارب عملناها قبل كده ان كان في لجنه بتطلع وبتطلع اللعيبه، ما اعرفش المنطقه دلوقتي ما بتطلعش. انا قلت لهم بالنسبه للمهرجانات كمان اللي تحت، ما تخلوش منافسات مع التسنين دوت. يعني في انت البراعم كمان بيبقى فيها الجزئيه دي يا دكتور. مهرجانات، ما هي البراعم المشكله في البراعم لغايه 16 سنه دي بتبان المسننين، بيبان جدا طبعا. فطبعا تدي حاجه لواحد ملوش حق فيها، تدي بطوله لواحد ملوش حق. ازاي انت تاخد بطوله وانت كل اللي عملته سننت 3 4 لعيبه كسبوك البطوله؟ فدي مشكله كبيره جدا. لازم قرارات جريئه، ولازم ناس جامده قوي تيجي تاخد القرارات، ما تبقى لهاش اي اهداف، ما يبقى لهاش اي حسابات اخرى. خش ما عملوش للاسف بالقرار بالاقتراح اللي احنا قلناه ان امنع التسجيل لغايه 17 سنه. صحيح. دي مشكله هتروح. تيجي في يعني التزوير، قول اللي هيزور هيتوقف طول عمره. المدرب مش هيدرب تاني. عايز قرارات كده. حاجات بحيث تبقى تاخد قرارات جريئه وصريحه وواضحه. وهذا الشخص اللي زور دخلته تاني ليه المجال؟ ما هو ما ينفعش، ده فاسد. اللي يعمل كده راجل فاسد. صحيح. فهذا الفاسد لازم يتقطع من جدره. صحيح. والله 6 أشهر ما هتلاقي واحد لا مسنن ولا مزور لا لاعب ولا اداري ولا مدرب. صحيح. طيب بكلمك في حاجه مهمه بقى جدا يا دكتور، وكان كلام اولادك على جزئيه ان بعض اللاعبين الكبار عندهم اولادهم في قطاع ناشئين، واحنا بنجاملهم، واحنا اللعيبه دي موجوده عشان هم اولاد لعيبه الكوره. أو أولاد ناس مشاهير. هو اتقال وأنا سمعته، طب تيجي نستعرض أسماء كده. تمام. عندنا الأجوال مثلا. طارق سليمان وشوبير ولادهم. الاثنين الأساسيين بتوع المواليد 2000، وأعتقد شوبير في المنتخب، وطارق انضم للمنتخب برضه ورجع وانضموا للفريق الأول. الاثنين أجوال كويسة وهيوصلوا وموهوبين. عندك ابن سيد معوض، كابتن سيد معوض ده لعيب كويس قوي. ده 2006 احسن لعيب كره في مصر. لا لعيب في السن ده. لا لعيب كويس قوي. يعني ماشي على شايف سيد معوض. لا احسن لعيب كره في السن ده، لعيب بيلعب بشماله. طيب. ولعيب هايل. تعمل ايه بقى؟ ياسر ريان ابنه في الفريق الاول في النادي الاهلي. هو مواليد 98 ضموه للفريق الاول، وانت شفته في بعض محتاجات، محتاج خبرات، محتاج، بس هو نوعيه ممتازه. لعيب ستار فيرود على مستوى عالي بشيء من التوفيق والخبره طبعاً. والاحتكاك. هو باين قدام الجمهور. طيب باين قدام الجمهور. كويس. اخو احمد حمدي، احمد حمدي في الفريق الاول، ليه اخ عندنا اخوه كمان بيلعب اساسي في فرقته. يعني اعتقد ان دول مجموعه، يمكن في كام واحد كان مش متذكرهم، لكن انا بديك امثله من النادي الاهلي ما بياخدش الا اللعيب المميز، وما بيلعبش الا اللعيب اللي بيثبت كفاءه. قد يجوز لعيب اقل من دول شويه وبيلعب، لان المكان اللي هو فيه اللعيب الاساسي مش زيه مثلا او زي بعض. فبتضطر بتاخده. لكن لو جه لعيب افضل منه واحسن منه ولعب في هذا المكان، اكيد اللعيب التاني ده هياخد حقه. ده هياخد حق. يمكن هو بيلعبوا على بعض اللعيبه اللي بيلعبوا، بس البدائل
مش هي اللي تقول لك انا العب عليه، يعني ما ياخدش مكان حد. هو مهم جدا التوضيح ده يا دكتور، ان اولا كرة القدم والمهارة وفي وقت من الاوقات يعني هيبان، لا يمكن ابدا تفرض حد مش احق بالمكان ده، مش كده، مش هتعرف تفرضه ابدا. هي دي كرة القدم يا دكتور. لا لا لا، لو انت مثلا زي ما تقول كده في ممكن لعيب فعلا في المكان ده هو الافضل في التوقيت ده، ولكن امكانياته انت يعني بتشوفها. انا بالمناسبة جالي واحد ولي امر من كام يوم وقال لي ابني انا ما شفتش ابنه واحسن من فلان وده بيلعب عشان ابنه فلان وبتاع، جبت المدير الفني قلت له كذا، قال لي لا ده ابطا من دوت، وعموما انا هلعبه الماتش الجاي وتعال اتفرج عليه. وفعلا لعبه الماتش اللي بعده وجيت اتفرجت عليه. اولا الولد كورته كويسه بس بطيء في الترنات وفي الحاجات دي، بطيء كويس. النسب اللي بين ده مش هي اللي تقول ان انا بجامل. لا ثم جه في اخر الشوط مش عارف عمل ايه، اتطرد كمان، فبقت مشكله. اللعيب اتطرد عشان عمل حاجه مع الحكم، الظاهر اتكلم معاه او عمل ولا بتاع، والمستوى العام بتاعه مش افضل من ابن لعيب كان بيلعب. تمام يا دكتور، يعني بقى مهم جدا نوضح الجزئيه دي. خليني اقول لك على اللاعبين بقى يا دكتور اللي هم خلاص في المرحله الاخيره، لا الا اصعاد الفريق الاول او يتم اعارتهم او يتم بيعهم، يعني الخطه دي بتبقى موضوع من خلال حضرتك لهذه الجزئيه ازاي؟ بص هو بالنسبه ل 97 هم خدوا، لكن ما زال في كام لعيب. 99 هي المرحله الثانيه، احنا بصدد ان شاء الله الشهر الجاي هنجمع اللعيبه المميزه في 99 وهنعمل لهم عقود، ودول عدد من 5 لـ 6 لعيبه. ثم زي ما انا كنت عامل في نادي المقاولين العرب، كنت عامل عقود لكل المواهب حتى 15 سنه، حتى الولد 15 سنه. كل اللعيبه المميزه في فرقتها بعمل لها عقد، طبعا مش عقود كبيره، ولكن حتى الولد يحس ان هو مميز. دايما اللعيب الكويس او النجم عايز يحس ان هو في فرق يا اخي بينه وبين التاني، بتنمي فيه هذه الروح من السن الصغير، بتعلمه ازاي يبقى نجم، بتزود النجوميه فيه. احد طرق تزويد النجوميه فيه ان انت بتعامله معامله تانية، بتدربه تدريب تاني، بتديله مكافاه تانية. ليه؟ لان هو ده واعد ومنتظر يلعب في الفريق الاول او يتباع او. فدي الخطه اللي هنعملها ان شاء الله الفتره الجايه. واذكر ان انا سنه 2003 2004 فاروق كنت ماسك برضو القطاع، جمعت اللعيبه المميزه كلهم، طلعوا 24 لاعب في القطاع كله. المدرسة لا طبعا. كان مين فيهم بقى؟ كان عماد متعب، أسامة حسني، حسام غالي، شريف إكرامي. 12 واحد من ال 24 لعبوا في المنتخب ولعبوا في الدرجة الأولى وبقوا نجوم مصر. تصور بقى 12 واحد. 12 واحد. حاجة مميزة. حاجة غير عادية، ده اللي هنعمله إن شاء الله. إن شاء الله. الفترة الجاية بإذن الله. تسمح لي بقى يا دكتور، وإحنا كنا بنتكلم على أولياء الأمور المشاهير بقى ولعيبة الكورة المميزة، هو لعيب كورة مميز، أنا الصراحة كل يوم بطلع هنا بقول إن هو لعيب مميز وهيبقى من أحد نجوم النادي الأهلي، أحمد ياسر ريان. معايا كابتن ياسر ريان. طبعًا. معايا كابتن ياسر ريان. كابتن ياسر مساء الخير عليك. حياتي ليك يا كابتن. ربنا يخليك ونور. اهلا اهلا كابتن ياسر، منور. حضرتك يا دكتور، اخبار حضرتك يا دكتور؟ الله يخليك يا ياسر. تمام، ربنا يكرمك كده والتوفيق. سبت لنا بصمه حلوه يا ياسر، ابنك لعيب كويس. لا عنده واحد تاني كمان، ايهاب. ما شفتش ايهاب، بس انا شفت باك رايت وبيلعب في كل حته الصراحه. احمد ده بس نصبر عليه شويه هيبقى حاجه مميزه ان شاء الله. كابتن ياسر، يمكن كنا بنتكلم على هذه الجزئيه ان الكوره ما فيهاش زي مجامله. اللاعب بيفرض موهبته على الفريق او التيم اللي بيلعب فيه نتيجه موهبته ونتيجه تعبه وشقاه داخل الملعب. كابتن ياسر ريان واحد من الناس اللي كانوا موجودين مع فريق النادي الاهلي
ويعني انت اثبتت وفرضت نفسك بشكل كبير. ايضا انا عارف ان انت ما بتتدخلش بشكل كبير قرب ليك ونتيجه قربي لاولادك كمان. كان معايا ايهاب كابتن في منتخب الشباب، ايهاب ابن كابتن ياسر، ما شفتوش انا كويس جدا ولعيب مؤدب. وكانت صراحه كابتن ياسر ما كانش بيتكلم معايا ابدا 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 في جزئيه ان هو يشترك او يشترك، عشان بس نوضح للامور. كابتن ياسر قول لي بتتعامل ازاي بقى مع النقطه دي يا كابتن ياسر؟ لازم الناس معتقده اللي لعبت الكوره بولادهم لازم يطلعوا لعبوا الكوره، وابن الممثل يطلع فنان. لا احنا لعب كره القدم، يعني انا معود ولادي اللي هم اولا ما فيش مجامله في كره القدم. ليه؟ كره القدم مسرح كبير. حتى لو انا والدكتور عمرو اتفق مع الكلام معايا، لو اللعيب حتى في ممنوع من المجامله مره واثنين وسنه واثنين، هيجي على المسرح الكبير هيبص الناس كلها تشوفه. ان كان لعيب كويس هيظهر بشكل كويس، ملوش دعوه، هو اللي بيفرض شخصيته وبيفرض نفسه. ف انت بالعكس بتبقى عقبه كبيره جدا لولاد لعبه الكوره اللي هي بتقابلهم، بيبقوا مركزين معاهم قوي اكتر من اللعيب العادي. وخاصه اللعيب اللي لعبه الكوره يقول لك ده فلان ابن فلان، بتبقى برضه لعيب الكوره بيبقى الناس واخده بالها منه. اه لا تابوه احسن منه، لا هو احسن من باباه، بيبدا في انتقاداته، بتبدا فيه بيبقى فيه مقارنه بين الولد ووالده. لكن انا معود ولادي الكوره اتعب قوي، بس اولا في حاجات لازم انت نبقى متفقين فيها. قلت له اولا السهر، ان كان هو او اب او اي حد بيلعب كوره، السهر اللي لازم تنام بدري، تاكل كويس، تحافظ على وزنك، تسمع كلام المدرب، ما تسمعش كلام حتى انا عمره ما بوجههم في حاجه، علشان المدرب بيبقى قايل لهم حاجه معينه، ولو انا قلت له حاجه ثانيه انا كده لا شتت دماغه وشتت فكره. فلازم لازم لعيب الكره يبقى هو مهيئ في الحاجات دي كلها. لكن في الاول وفي الاخر لازم نتفق ان الكره ما فيش حاجه اسمها مجامله، ولا فيها زي ما الدكتور عمرو يعني يتكلم على 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 بعض اللعيبه اللي ظهرت تحت ايده، واللعيبه اللي هو بيشوفها حاليا مسرح كبير. فاحنا بيبقى حته المجامله انا بتضايق كمان منها، يعني انا بتضايق ان انا اتصل بمدرب او اتصل بحد اقول له الولد عامل ايه او الاخبار عامل ايه، ما بحبهاش اصلا. ليه؟ انا عارف كره القدم لازم عايزه تعب شديد جدا، وعايزه كبيره كبيره قوي، وعايزه تركيز عالي في حاجات كتير قوي صعبه. اكيد في الحاجات اللي هي خاصه بالتربيه الرياضيه بيبقى ما بيجوا يحضروا الكلام في الجزئيات دي كلها. طيب كابتن ياسر، يمكن كنا بنتكلم على قطاع الناشئين، يعني انت كنت متابع، يعني اكيد كنت بتروح مع احمد او مع اهاب اثناء وجودك. ما اعرفش بقى انت متواجد في التوقيت الحالي، هل بتتابع قطاع الناشئين في التوقيت الحالي والتطورات اللي ممكن بتحصل في التوقيت ده؟ لا انا متابع عشان تعرف انا كنت من سنه او سنتين في قطاع الناشئين. صحيح. فطبيعي اللي انا متابع الفرق كلها. يعني بس اللي حصلت بس كان بيني وبين الدكتور عمرو، ما اعرفش كان عنده معلومه بقى ولا لا. انت عارف فرقه 2004 دي كانت الفرقه انا اللي اعتبر بفضل الله انا اللي مؤسسها في النادي الاهلي. يعني انا دي جديده بالنسبه لي يا كابتن ياسر، دي هايله، فرقه هايله دي. اما انا بقول لك يا دكتور عمرو، اولا جدا دكتور عمرو اولا مسك الفرقه دي من 3 4 سنين ما شاء الله. ما كنتش بدخل لعيب فيه شبه تزوير او لعيب فيه شبه مسنن، او العيال دي مؤسسها الحمد لله، اللعيب لعب وحافظه مركز مركز. فلما انا علمت بس اللي كان في فرق بعض الفرق هتتدمج مع بعض، اتصلت بالكابتن خالد، كلمت الدكتور عمرو طبعا كان مشغول، اتصلت بالكابتن خالد جدا قلت له كابتن خالد في لعيبه، بعض اللعيبه راحت انبي، اللعيبه دي انا عارفها كويس، استاذن حضرتك اتفرجوا على الفرقه الاول وبعد كده احكموا عليها. فقال لي ياسر خلاص انا هاخد بكلامك وهنجيب اللعيبه كلها نبص عليهم. كان الدكتور عمرو اكيد اتفرج على الولاد دولت، دول عيال دولت ما فيش فيهم واحد انا مجامله بفضل الله. اللعيبه دي عشان انا كنت انا بربهم يا دكتور عمرو، عشان الاولاد دولت انا كنت بعمل، كنت متواجد مع اولادي في النادي الاهلي، فكان بيقابلني لعيب مسنن، لعيب سنه مشبوه فيه، فانا كانت عندي عقده من السن ده. قعدت 3 سنين حضرتك ما اخدش البطوله مع الولاد دولت على فكره، بس كنت باسس جيل محترم للنادي الاهلي الحمد لله، وخدنا البطوله اخر سنه وكتبنا انبي على ملعبنا 3-0 مع الرافه. فقلت لهم، حتى الاولاد كانوا قاعدين بيفرحوا يوم ما كسبوا انبي، قلت لهم انتوا النادي الاهلي، عارفين يعني النادي الاهلي؟ طبيعي ان انت الفرق لما هي اللي تكسبك هي اللي تفرح، مش انت اللي تفرح لما انت تكسب، فطبيعي ان انت تاخد بطوله، طبيعي ان انت تبقى النجم. فحمست العيال وحفزت العيال وعرفتهم ايه قيمه النادي الاهلي. العيال كانت متعوده اللي كانت النتائج بتبقى عندنا فرقه تخسر، فرقه اما تتعادل مع المقاولين، فانا لقيت في حاجه غريبه جوه القطاع. فالحمد لله كانت من ضمن الفرقه اللي انا قعدت كنت متواجد معاها بصفه مستمره، فرقه 2004 والدكتور عمرو كان تابعها الفتره اللي فاتت. فرقه من اللعيبه المحترمه جدا، عيال استقبل النادي الاهلي فيها، اعلن فيها،
فالحمد لله. وانا شايف الدكتور عمرو كمال الحمد لله يعني من متابعتي كده في الحمد لله الاستراحه كويسه، المطعم الملاعب كانت فيه يعني في حاجات كتير قوي كانت بعيده وكانت لازم يبقى كان يبقى لازم كان يبقى في حد فعلا يطورها. صحيح صحيح يا كابتن ياسر. احمد عامل ايه؟ انا سمعت ان هو انه كان في خبر ان هو النهارده حصل اصابه كده خفيفه ليه؟ لا اصابه عاديه جدا، كانت في ريبلو اصابه عاديه يعني، بس انت عارف يبقى الناس بتزود شويه لكن هو ما فيش فيه اي مشكله وكمل التمرين يعني. صحيح. توفيق ليه ان شاء الله كابتن ياسر، لعيب مميز، لعيب ان شاء الله واعد هيكون متواجد مع الفريق الاول، وتوفيق ايضا لهاب يعني عشان الناحيه الثانيه نبقى يعني عندك اثنين من اللعيبه المميزه والمؤدبين. كابتن ياسر انت طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. على فكره 2004 كان انا يعني اتفرجت عليه وكابتن ياسر موجود، فرقه كويسه برضه ما اعرفش عامله ازاي. لا لا يعني المعلومه ما كانتش عندي، لكن الاولاد فعلا لما جينا شفناهم، هو خالد قال لي ما تيجي نشوف الاولاد تاني. انت عارف قرار الدمج اللي كانوا عامله مجلس الاداره ولجنه الكوره وادوهولنا على اساس احنا ننفذ، فلما جينا في التنفيذ لقينا لا الدمج مش هيمشي. وكان اول ما لفت نظرنا في 2004 ما نزلنا شفناهم، لقيت الاولاد حاجه عاليه جدا وعملوا تقسيمه قدامنا حاجه بقول لك غير عاديه، انتشار ونقل كوره وسرعه وتحركات، ايه ده ايه ده، دي ما عملهاش الا لعيب كبير. قلت لهم يا اولاد ولا واحد هيبقى فيكم هيمشي، ولا واحد هيمشي. وفعلا شوف شوف ابن النادي الاهلي لما يكون حتى بره ويقول نصيحه زي كده لخالد او ليا، وبعدين ناخد هذه النصيحه ونعملها طبعا. لا تفرق معاه بقى جوه الجهاز بره الجهاز، هي دي روحنا وهي دي مبادئنا، كلنا بنساعد بعض. صحيح. انا موجود النهارده بكره مش موجود، كابتن ياسر بكره يجي وبعد بكره ما يجيش، ده اذا كلنا واخدين على ان احنا بنساعد بعض. مزبوط. سواء من جوه او من بره، والنتيجه ان احنا خدنا قرار ان الدمج ده مش موجود السنه دي خالص. صحيح. وبالتالي اشتركنا بسبع فرق، السبع فرق اهو الحمد لله اربعه. ان شاء الله ان شاء الله الاستمرار في هذا ان احنا نبقى اصحاب البطولات دائما، وطبعا لا ان شاء الله في نفس الوقت طبعا تفريغ اللاعبين بالنسبه للفريق الاول. هروح لفاصل يا دكتور وارجع اكمل كلامي مع حضرتك. فاصل سريع وارجع اكمل كلامي مع دكتور عمرو ابو المجد.